طيب انت لما تعينت مدير فني المنتخب مصر كابتن حسام حسن اتعين مدير فني المنتخب مصر اتعين بمظاهره على الفيسبوك وانت اكيد متابع يعني الفيسبوك كله بعد اخفاق اخونا اللي فات ده ربنا بقى رفع قضيه على اتحاد الكره عشان ياخد اما قال ده بيحب مصر وبيحب المنتخب حقوقه وكل حاجه بس فيتوريا ده لو محب بجد كان كان ظبط كان قصد كان عمل انا كان عندي شرط جزائي اه في عقدي مع منتخب مصر اه واول لما آه 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 يعني تم توجيه الشكر ليا آه. فسخ التعاقد كان يعني قلت على الشرط الجزائي وبعدين بعد كده حصل قفلت الموضوع خالص قفلت ما خدتوش ما اتكلمتش فيه, فيه تاني ما اتكلمتش فيه تاني ما اتكلمتش فيه تاني اه اه, آه, آه. يعني, يعني, حتى ما كلمتش المهندس احمد مجاهد تاني اللي رغم اتقال لي في كذا قفلت الموضوع ما حصلش آه. جدال بيني وبين المهندس احمد مجاهد خالص اه قفلت الموضوع يعني خلي بالك انه يعني انا ما بلومش فيتوريا انه ياخد حقوقه بس ما تقعدوش تقولوا ده بيموت في مصر وبقى لا معلش بقى اللي بيموت في مصر يبقى ظريف يهدي اللعب شويه يقسط يخفض لكن ده لما ايه ايه رفع قضيه ده اللي بقى انا بتمناه لان دايما المسانده للاجنبي بتبقى مختلفه خالص جدا فاتمنى المسانده لحسام حسن تبقى بشكل جيد زي ما هي موجوده دلوقتي. اه طبعا. موجوده بشكل كويس جدا. طبعًا. اعلاميا وجماهيريا بشكل جداً. كويس جدا. آه. وفي نفس الوقت هتساعده وهو عنده فرصه كبيره جدا حسام. آه. مع تحقيق احلام الجماهير كاس العالم. عنده آه. فرصه ان شاء الله. عنده فرصة, فرصه كبيره جدا. جداً. عنده فرصه كبيره جدا. طبعًا. فان شاء الله يوفق فيها باذن الله. لا لا ان شاء الله باذن الله. إن لكن الله. انا اتحدث ان انت هل وجدت نفس الدعم الجماهيري لما تعينت؟ لا خلص. لا خالص. ليه؟ خالص. ليه تفتكر؟ آه يعني لاسباب مش اي حد هيقدر يرجع يعمل يعني فيدباك آه الا انا بمعنى و بمعنى ان انا وقتها كنت مصدوم بشكل كبير جدا آه. لاحداث كتيرة جدا حواليا احداث ان آه آه انا ما استقلت من النادي الاهلي جالي عرض اشتغلت ف... آه. فما اشتغلت لقيت ان ما فيش قبول من جماهير النادي الاهلي ما كنتش اعي هذه النقطه آآ 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 وبالعكس عبرتني عن حب الجماهير ليا آه, اه لكن انا ما كنتش معتقد ان الموضوع بالشكل ده فبالتالي النقطه دي وقفت قدامي في حاجات كتير جدا آه طبعا الجمهور الجمهور وبعد كده آه يعني لقيت الامور بتتحسن اه كده بس كانت الصفحه دي اتقفلت بقى بتاعت اه ما فيش كلام طب ناس كتير دايما حسام البدري يمسك مرتبك كام وبيتسرب مرتبك هل في حد من قريب ها كابتن مدحت انت اما بتتكلم على مرتبي انا آآ آآ 2019 ل آه. 2022 آه. او انا قعدت سنتين لا سنتين نعم لبدايه 22 المرتب كان تقريبا 700000 جنيه يا راجل مع سو المنتخب اه 700000 جنيه 700000 اه اه هل انت مدرب منتخب مصر بياخد 700000 جنيه كان وقتها ما يجوش 30000 دولار مم. وهجوم على حسام البدري بشكل غريب جدا مم. في الوقت اللي بيجي مدرب بعد كده بياخد ألف دولار ومدرب تاني بياخد ألف دولار وفي ما فيش هجوم خالص ولا تطرق ليوم مم. او بسطر او في صفحه صحيح او من اعلامي صحيح المرتب حسام البدري اه <applause> الوحيد اللي كان منظور لك <applause> ما انا بقول لك دي <applause> حاجه غريبه جدا <applause> انت ذات استغربت لما بقول لك 700 ألف <applause> الحمد لله ومبلغه طبعا وشيء جيد جدا وكان في رضا بالموضوع ده لكن اما تشوف تقارنه بمدربين الاجانب لا وجه للمقارنه لا وجه للمقارنه أه محمد صلاح والكابتن حسام حسن وانت اكيد متابع وعارف كان في بعض التصريحات للكابتن حسام حسن لا يقصد بها شيء يعني لكن طلعت وبالتالي أه وصلت لمحمد صلاح حصل في أه توتر وبقى صلاح ما بيكلمش الا الدكتور اشرف صبحي فقط لا غير هو الوحيد اللي معاه تليفونه وبيكلموا بعض شايف ان الازمه دي تتحل ازاي لان في توتر في توتر آآ آآ شايف ان المشكله دي تتحل من الطرفين وانا بوجه رسالة للطرفين مم. رساله لحسام ورساله لصلاح وانت اتعاملت مع صلاح طبعا صلاح ممتاز يعني شخص ممتاز ومتواضع ورغم كل النجوميه دي هو ذكي جدا في التعامل مع اللي حواليه وبيبقى حريص جدا جدا وبيدي رسائل كتير جدا اما كان بيبقى موجود في المعسكرات معانا انه انسان متواضع وانه نجم كبير باحتواء لكل اللي حواليه مم. فصلاح عنده ميزات كتيره جدا وفي مم. نفس الوقت حسام عاوز ينجح ونجاحه بالاستقرار وبالهدوء مهم جدا منتخب مصر طب, طب يعمل أنا... ايه يا كوتش الحل ايه الحل انا شايفه في الفتره الاخيره يعني الامور احسن حتى تعليقات م... حسام جديد. افضل تعليقات حسام افضل تعليقات ابراهيم افضل مم. ودي اللي هتعمل جو من ان يبقى فيه عايزين تعليقات صلاح ها؟ احنا عايزين تعليقات صلاح يعني يعني سر يمكن ما اعرفش تعرفه او لا احد اعضاء مجلس الاداره بتاع اتحاد الكرة اتصل بوالد محمد صلاح تمام بالعيله يعني عشان يتوسطوا لإزالة لا سوء الفهم وكان يعني وأسرته رفضت لا أنا أنا ده. أنا كنت بتواصل مع صلاح يعني بقالي آه. فترة طويلة ما لكن آه دايما كنا على تواصل وحتى ما رحت يعني أما رحت الجزائر أما رحت تونس حتى كان في رسائل بيني بيني وبيتمنى لي التوفيق وكده وهو إنسان جميل, هو جميل, لكن أنا بتمنى أن أنا بوصل لرسالة صلاح برضو مم. يعني كل المحاولات دلوقتي أن يبقى فيه هدوء يبقى فيه استقرار وصلاح عليه دور كبير جدا جدا وانا شايف ان الجهاز الفني حسام وابراهيم والجهاز الفني كله يعني برضه بيهيئ الاجواء ان يبقى كل الامور صحيح. صحيحه وهاديه يعني فبرضه صلاح عليه دور و... وانا متاكد انا متاكد ان الايام الجايه ان شاء الله والمعسكر الجاي هتبقى الاجواء جيده وان صلاح هيبقى متواجد بشكل ايجابي مم. وبفكر ايجابي وباذن الله كده يبقى متواجد مع المنتخب <applause> والعلاقه تبقى جيده وهتبقى جيده طبعا لان انا ما, ما حصلش صلاح انه رفض مره يجي معسكرك؟ لا خالص اه ما حصلش خالص بل بالعكس يجي على طول في مره كان مصاب وكان لابس جبيره مم. واصر ان هو يقعد معنا ثلاث ايام والله العظيم هو لابس جبيره <applause> هو لابس جبيره اه yeah. قعد قعد معنا في المعسكر ثلاث ايام وكانت رساله منه قال لي يا كابتن انا هقعد عشان الروح المعنويه وانا موجود وبتعالج